طبعا الحين راح نروح لموضوع مختلف عن امور الذكاء، يعني امور البطن. ليش في الاكل؟ ليش في الاكل الياباني؟ طبعا اللي بالاكل بشكل عام والمطبخ الياباني من المطابخ اللي بحبها اللي تحبيها. نعم. طيب اذا يعني في اخبارنا الدوليه اخترنا لكم اليوم قصه من اليابان، وتحديدا من مدينه هيروشيما التي تشتهر بطبق تقليدي استثنائي يكاد يعرفه كل من زار هذه المدينه، وهو طبق الأوكونو مياكي الشهير. أوكونو مياكي جربته للطبق، هو عبارة بشكل مبسط عن بانكيك يلي نعرفها ولكن مرتفقة أكثر ومالحة، طبق لذيذ جدا. القصة أنه هيدي الوجبة اليابانية الشهيرة عم تاخد حلة جديدة هيدي الأيام حتى تتماشى مع الاستعداد، استعداد مدينة هيروشيما لاستقبال قمة مجموعة الدول السبع G7 وذلك بعد أيام قليلة. التقرير التالي بيحمل المزيد من التفاصيل. إذا كنت تزور مدينة هيروشيما في اليابان وسألت أحدهم ماذا علي أن أجرب من المأكولات، فلا شك أن يأتيك الجواب طبعاً طبق أوكونومياكي. أوكونومياكي تعني بالعربية مطهية حسب رغبتك. هو طبق تقليدي شهير في المدينة اليابانية، يتكون عادة من معكرونة النودلز والتي تكون على شكل فطيرة مدورة ومعها خليط من الملفوف والبيض واللحم، يتم تحميصها جميعاً على مقلاة معدنية ساخنة، ثم يضاف لها لاحقاً صلصة مميزة بنكهة حلوة حامضة. ولكن هذه الأيام الوجبة التقليدية طرأت عليها تغييرات غير تقليدية، فمع استعداد المدينة لاستقبال قمة مجموعة الدول السبع بدأت مطاعم هيروشيما المتخصصة بطبق أوكونومياكي والتي يبلغ عددها حوالي 800 مطعم بعمل تغييرات على الفطيرة اللذيذة من خلال إضافة مكونات جديدة واختيار حشوات تتناسب مع الأذواق الأجنبية ونكهات مستوحاة من ثقافة الدول المشاركة في القمة. يمكننا القول أن أوكونومياكي هي الطعام الروحي الأكثر شعبية بين سكان هيروشيما. بطبيعة الحال سيأتي العديد من الزبائن من مختلف البلدان إلى هنا أثناء انعقاد القمة، لذا أردنا تقديم نكهات مختلفة من أوكونومياكي تتناسب مع أذواقهم. نسخ عديدة من أوكونومياكي بحشوات أجنبية جديدة مثل هذه النسخة بالطابع البريطاني، تقدم مع سمك السردين وشرائح البطاطس المقلية الشهيرة، ومثل هذه النسخة المستوحاة من البرجر الأمريكي، وتلك الأخرى المستوحاة من الكمأ أو الترافل الإيطالي. هيروشيما التي سجل اسمها بشكل أبدي في التاريخ بعد الرعب النووي الذي عاشته المدينة قبل نحو 78 عاماً، ها هي اليوم تمد ذراعيها متصالحة محبة ومرحبة بكل الناس والأجناس من مختلف دول العالم.